كيفكم؟ شو اخباركم؟ معكم ملك اسكندر ومقطع جديد من لعبة ماين كرافت، ولا تنسوا اللايك والاشتراك. وهيدي هلا تعبت يا شباب حتى نزلت. شوفوا هذا الخروف، هذا الخروف شفت هو بضربة واحدة بيقتله، والله بضربة واحدة يا شباب. هذا شفتوا؟ أنا كمان أشوف فيكم بضربة واحدة بيقتل السلفي. شوفوا إذا الوصف بيقتلوا في قطة، فيني قطة بدون سيف يا شباب. أنا جبت سيف أحلى. أنا ما كان عم بعمل أيرون جولم. شوفوا يا شباب كيف قتلوا فر الضربة. شفتوا القنذير؟ يعني هلا الخنزير بده كتير يموت، يعني بده 4 ضربات هيموت يا شباب. فقعت الضربة واحدة. هل شافكم الايرون جولم بس لحتى اطلع على الهيل تبعه البلوكات الايرون. شافكم انا سوي كرافت تيبل، اخو كرافت تيبل يعني انا بقول 600 لوب تبعونه قتلته بضربة واحدة يا شباب. هذا منو موت ولا شيء، منو موت ولا بسحرة، بس اذا بس لا تضربوا السحرة بتستفزوا يعني. طب غير وحدين حتى من عادي يا شباب، يعني من الليل الليل فيني فيني من أصلهم للزوم في أكثر بوحدة ولا في كلها، بس ما بيقدروا ولا يعملوا لي توقف. بس بس بيكون شوفوا لما تحول ل عشية يعني لليل. أكل. ما أجي طبعا ما أجي، بس ما فيهم دمجوني. بدنا يا شباب هلا نعمل ننام يا شباب. هذا اللي كان بدي اشوفكم اياه. يلا مع السلامة، باي.